تقول أيهما أصح، النزول إلى السجود في الصلاة على الركبة أم على اليدين؟ بالنسبة للعاجز والمريض وكبير السن يتبع الأسهل عليه، إن كان الأسهل عليه السجود على الركبة أولا يسجد على الركبة، إن كان الأسهل على اليدين يسجد على اليدين. أما القوي فإن السنة أن يسجد على الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة. نعم.